ابتعث الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ابتعثه ليزكي النفوس والمسالك بالقدوة الحية، هذه القدوة التي أمر الله تعالى المسلمين باتباعها. وإن ربنا سبحانه وتعالى امتن بنعمة عظمى على الناس جميعا بابتعاثه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ويعلمهم، أي النبي الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم النبي الكريم الكتاب وهو القرآن الكريم، ويعلمهم النبي الكريم مع القرآن الكريم الحكمة، الحكمة اللي هي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا اهتم المسلمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام جيل بعد جيل، لأنهم فهموا إنه لا فهم للقرآن الكريم بدون السنة النبوية المطهرة، شارحة لما في القرآن الكريم، مبينة لما أجمل في القرآن الكريم، موضحة لكثير من الأحكام، هي التفصيل والبيان من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لابد من الحفاظ عليها. وده اللي فهمه الصحابة ومن بعدهم التابعين ومن بعدهم تابع التابعين وجميع أهل العلم في كل زمان ومكان. وإحنا في الحلقات دي بنحاول نبرز بعض من جهد علماء المسلمين، مش كل طبعا جهد علماء المسلمين في خدمة الحديث النبوي الشريف، إحنا عايشين مع بعض من جهد علماء المسلمين الكبار والعظام في خدمتهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما زلنا في صحبة هذا الرجل المبارك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. مكث الإمام وظل الإمام أحمد بن حنبل على أنه يجمع أحاديث الكتاب بتاعه، أحاديث المسند، ظل طول حياته على هذا، يسافر ويروح ويجي عشان يجمع أكبر قدر من أحاديث المسند بتاع الإمام أحمد. وكان حلمه زي ما قلنا قبل كده أنه يعمل مرجع للمسلمين في الحديث النبوي الشريف، وهو نفسه الإمام أحمد صرح بكده، صرح بهدفه من تصنيف كتاب المسند في الحديث الشريف. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عملت هذا الكتاب إماما، يعني مرجع للمسلمين، عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى هذا المرجع اللي قام وبتصنيفه الإمام أحمد بن حنبل. يعني كان هدف الإمام أحمد بن حنبل من وراء هذا الجمع العظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مسنده ده مرجع في الحديث للمسلمين. انتقى الإمام أحمد بن حنبل أحاديث المسند من 750 ألف حديث، ما هو قعد عمره كله يعني مركز في هذا الهدف، قعد ينتقي أحاديث المسند من 750 ألف حديث نبوي شريف، رويت من أكثر من 700 صحابي. وكان الإمام أحمد بشهادة رضي الله عنه، بشهادة علماء زمانه ومن أتى بعده كذلك وأقرانه اللي كانوا موجودين، إنه كان يوصف بأنه أمين دقيق جدا في مسنده. وكان من ضمن التلامذة بتوع اللي بيقرأوا على إيديه واللي كان بيعلمهم كان ابنه عبد الله، لأنه كان من تلامذة الإمام أحمد في الحديث الشريف. وعبد الله ابن الإمام أحمد هو اللي تولى الإشراف على الإخراج النهائي للمسند وفق ما أراد الإمام أحمد بن حنبل، وأضاف عليه بعض ما سمع من أحاديث أخرى صحيحة، ونص يعني عبد الله
ابن أحمد بن حنبل ابن الإمام أحمد، نص على كده على إنه أضافها إلى المسند بعد وفاة أبيه رحمهما الله تعالى. طيب المسند بتاع الإمام أحمد ده شكله إيه الكتاب ده؟ يعني إيه المعالم العامة بتاعة المسند عشان نبقى عارفين، لأن ده مرجع مش عادي، في من المراجع الإسلامية الكبرى في الحديث النبوي الشريف، وفي مرحلة وفي زمن كان مبكر جدا في التاريخ الإسلامي. معالم منهج الإمام أحمد في طريقة وأسلوب التأليف والتصنيف اللي اتبعها في مسنده، إنه ألف المسند وجعلوا مرتب على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، زي ما هي دي طريقة المسانيد اللي كانت معروفة في زمانهم. وعلى فكرة الإمام أحمد مش هو اللي وحده عمل أسانيد مسند، لكن كانت هناك مسانيد أخرى، لكن مسند الإمام أحمد هو الذي لاقى ذيوعا وانتشارا، وكان حجة بين يد العلماء في الحديث النبوي الشريف. وفي نفس الوقت دي كانت الطريقة اللي ابتكرها المسلمين في يعني التصنيف في مجال الحديث النبوي الشريف. فكان منهج الإمام أحمد في ترتيب أحاديث المسند على مسانيد الصحابة الكرام، كان منهج الإمام أحمد في ترتيب أحاديث المسند على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمسند ده اللي هو الكتاب اللي جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة، فكان مثلا يجمع مرويات أو أحاديث سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تبويب خاص به، يعني مستقل بيحمل اسم سيدنا أبي بكر، فيبقى ده مسند أبي بكر، الأحاديث اللي رواها سيدنا أبي بكر عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبرده وأحاديث غيره من الصحابة، احنا بندي نموذج ومثال، فيجمع كل الأحاديث اللي قالها الصحابي في الباب الخاص بتاعه. يعني أما تيجي مثلا تفتح كتاب المسند الإمام أحمد بن حنبل، تجد إن المسانيد الرئيسية أو الرئيسة اللي كانت موجودة في مسند، يقول لك مسند العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة دول مين؟ وإيه الأحاديث اللي قاموا بروايتها؟ مسند عنده مسند كمان أهل البيت، عنده في داخل مسند كتاب الإمام أحمد بن حنبل برضو تجد مسند عبد الله بن مسعود، تجد مسند عبد الله بن عمر، الأحاديث اللي رواها مسند، لأنها جاية من السند، إن أنت يعني بيعود نسبة الحديث إلى الراوي اللي رواه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت بتعزو الحديث إلى قائله، فده مسند عبد الله بن عمر الأحاديث اللي رواه، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص الأحاديث اللي رواها تحت مسنده في كتاب المسند، كل الأحاديث اللي رواه، مسند العباس رضي الله عنه وأبنائه الكرام رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن عباس ومسند أبي هريرة، مسند أنس بن مالك خادم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل الأحاديث اللي رواها سيدنا أنس بن مالك في تحت المسند بتاعه في داخل مسند الإمام أحمد، مجهود جهد كبير قام به الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري، مسند جابر بن عبد الله الأنصاري، في كمان داخل مسند الإمام أحمد مسند المكيين، مسند المدنيين، مسند الكوفيين، الرواة اللي رووا الحديث من أهل المدينة ومن أهل الكوفة ومن البصريين ومن الشاميين، في مسند الشاميين، مسند الأنصار، مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع مسند النساء، الراويات من النساء كل واحدة بالروايات، يعني مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تحت مسندها جميع الأحاديث أو ما انتخبه هو في الكتاب وانتقى من أحاديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتحت المسند بتاعها. والحقيقة أنه بلغ عدد الصحابة اللي ليهم مسانيد في مسند الإمام أحمد بن حنبل حوالي 904 صحابي رجالا ونساء،
فكم كبير، لأنه كان مشروع عمر الإمام أحمد بن حنبل أنه يظل كل هذا الزمان يسافر ويروح ويجي ويجمع الأحاديث ويحط كمان منهج، عشان المنهج ده يضبط بيه إيه الحديث اللي ياخده إيه الحديث اللي ما ياخدوش. يعني المسألة ما كانتش كده أني بروح ألم الحديث وأحطه، لأ، ده كان في جهد ابتدأه الصحابة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام لاستيثاق من أنه هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا التقرير أقره النبي عليه الصلاة والسلام. المنهج ده خلفه اللي علمه لهم سيدنا، علم الصحابة الكرام هذا المنهج الدقيق في تلقي الحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء بعد جيل الصحابة التابعين مشوا على نفس المنهج، وتابع التابعين مشوا على نفس المنهج، وهكذا. وبالتالي لما تيجي تشوف وتقرأ إنه مثلا الإمام أحمد بن حنبل ليه شروط في أسانيد المسلم، فتيجي تشوف مثلا الشروط دي هو مش جايبها كده، ده اتعلموها وعرفوها. وهتجد ان الجيل اللي معاه كان ناس اهل علم واهل حديث، اللي كان بيسافر لهم شرقا وغربا عشان يتلقى الحديث، بعد ما عمل كل جهده في انه ياخذ ويتلقى الحديث عن علماء زمانه اللي كانوا في بلده في العراق. وكان مثلا من الشروط اللي وضحها الامام احمد انه لا ياخذ الحديث اللي اتفق أهل الرواية والحكم، أهل الرواية أهل الحديث اللي بيروي الحديث المتخصصين في رواية الحديث، لما يجي أهل الرواية والحكم على الأحاديث يقول الحديث ده يتركوه، لو اتفقوا أو اتفق نقاد الحديث في زمانه على ترك حديث بعينه لم يأخذه الإمام أحمد في مسنده. يعني الإمام أحمد في مسنده لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل زمانه أو أهل المصر الذي فيه البلد اللي فيه على ترك هذا الحديث. وهو ده اللي بيسمى بمراعاة الجماعة العلمية من أهل العلم والاختصاص في فن الحديث الشريف وعلومه. وده يأكد، والحركة العلمية دي اللي احنا بنحاول نقرب منها ونشوف جهد العلماء الأجلاء في خدمة الحديث النبوي الشريف، عشان نقول إنه لا، ده كان في مدارس علمية، لأنه كان في ادعاء إنه ما كانش هناك مدارس بتدرس الحديث ولا مدارس علمية ولا كان في متخصصين، كأن يعني المسند ده جاي كده وما كانش فيه جهد قبل كده يسبقه. لا، الجهد بدأ من زمن النبوة الشريف في الحفاظ على السنة النبوية المطهرة وفي التثبت حين تلقي السنة النبوية المطهرة. وكل جيل بيحصل فيه عملية تطور في علم الحديث الشريف وفي العلوم التي تخدم السنة النبوية المطهرة. فشوف الإمام أحمد لو وجد أهل الحديث في زمانه وأهل التحقيق ونقاد الحديث يقولوا الحديث ده يترك، يسيبه يشترك معهم في هذا العمل العلمي الجماعي، يبقى كانت هناك مدارس للحديث وكان هناك علماء للحديث وكان هناك علم كبير اسمه السنة النبوية المطهرة. الشرط الثاني اللي كان حطه في قبول الحديث خاص بالرواة اللي بيروي الحديث، اشترط الإمام أحمد ألا يكون رواة الحديث أو أحد منهم معروف إنه بيكذب. ده سبب عنده كافي للتيقن من ضعف الحديث. الشرط ده طبعا خاص بعدالة الراوي وأمانة الراوي في رواية الحديث. أما يجي حديث يقول لك ده فلان ده اشتهر عنه الكذب، وإحنا قلنا لحضراتكم قبل كده من الأمور البديعة اللي المسلمين علماء المسلمين وفقوا إليها علم الرجال، إن هم كل الرواة اللي كانوا بيرموا الحديث الشريف بيتعمل عنهم سيرة ذاتية، بحث جنائي كده أشبه، أو بحث أمني يتقال إن الناس دي عمل جريمة في حياته، قتل، سرق، فبيتكتب عنه الراجل ده في سيره وسلوكه، كان بيكذب عرف عنه الكذب، عرف عنه الغش، كل ده بيتكتب عن شوفوا دقة المسلمين واهتمام المسلمين بعلم الحديث الشريف.
يعني حتى كل روي معمول عنه سيرة ذاتية بتغطيه من كل النواحي. فلو ثبت إنه في سلسلة الرواية فلان عن فلان عن فلان، واحد في السلسلة دي أو أكثر إنه متهم بالكذب، وكانوا بيبعتوا يسألوا، يعني كان شيء دقيق جدا من علماء المسلمين إنه ثبت إنه بيكذب، وده كان برضو من الشروط اللي حطيتها الإمام أحمد بن حنبل مع من سبقه من أهل العلم، لأنه ده برضو كان موجود في زمن النبوة الشريف، كان الصحابة بيستوثقوا في إنه دي سنة، إنه ده شيء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان قاله النبي أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره صلى الله عليه وسلم. المنهج ده بيتطور، وبالتالي علم الحديث الشريف بقى يتطور بالزمن وبتكتل، إلى أنه بعد كده بقت في نظريات علمية وفي مناهج علمية في علوم الحديث الشريف قدر الطاقة. أنا بس بحاول أقرب السادة المشاهدين ونقرب سوا كلنا من هؤلاء الكرام والخدمة الكبيرة دي والتوفيق العظيم، لأن في رعاية ربانية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيد الله تعالى أهل العلم الحفاظ الثقات أصحاب الأمانة لصيانة حديثي ورعاية وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يقبل الحديث السلسلة يكون فيها راوي أو ورد عنه أنه كذا، أنه بيكذب، أنه كبقية الشروط اللي وضعها بعد ذلك، واكتمل هذا الأمر في علوم الحديث اللي هو بيبقى بقى شروط العدالة وشروط الضبط وغيرها من الشروط اللي على أساسها بيتم نقد الحديث الشريف. وهكذا وكما رأينا منهج هذا، يعني نموذج بسيط بنشوف منهج علمائنا الأجلاء وعلى رأسهم الإمام الأجل الإمام أحمد بن حنبل في التعامل، دقة التعامل مع أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان له منهج غاية في المتانة والرصانة. وهذه المناهج حتى اللي اجتهد أصحابها في إن هم يصلوا إلى يعني عمل متقن قدر على قدر طاقتهم البشرية، جه بعد كده أجيال في متخصصة في الحديث وعلومه اشتغلت على كتب العلماء اللي كانت في هذا الزمان المبكر، واللي اشتغل بتحقيق الكتب ومراجعتها والعمل عليها، لكنه جهد بشري يعني طيب من هذا العالم الجليل ومن غيرهم، جزاهم الله عنا وعن دينه خير الجزاء.